الأحبة في الله. المولى سبحانه وتعالى أعلى للإنسان قدره وعلمه بعد أن أنزل في كتاب العزيز اقرأ باسم ربك الذي خلق، علمه كيف يكون لديه علو الهمة وكيف يتحلى بأن يكون أولا لديه مسارعة إلى الخيرات، وعلمه أيضا عاقبة هذا الأمر وثوابه العظيم، وجعل جنة الخلد وجنة المأوى والجنة بما فيها من متع لهذا العبد الذي يسارع بالخيرات. من هنا يقول رب العزة جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول أيضا جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. مما سبق من الآيات أو من الآيتين السابقتين أحبتي في الله، يقول ربنا جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فما الفرق بين السباق والمسارعة؟ السباق يكون أولا، هناك متسابق أو متسابقون يبدأون السباق، وبعد أن يمر أكثر السباق تأتي المسارعة. يبقى في الأول السباق، بعد السباق بينزل أو بينزلوا في السباق يتسابقون، بعد أن يتسابقون في آخر أو قبل نهاية السباق تأتي المسارعة حتى يكون هناك فائزا. يبقى هناك فرق بين سابق وفرق بين سارع، يأتي السباق أولا ثم تأتي بعد ذلك المسارعة. يبقى هنا ربنا بيقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي عليكم بأن تجتهدوا في العبادة وفي الطاعة وفي كل الأمور الطيبة حتى تفوزوا بمغفرة الله جل وعلا. يبقى عرفنا الفرق بين وسابقوا وبين وسارعوا. يبقى في الأول بيأتي السباق ثم يأتي من بعده المسارعة. يبقى هنا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي الآية بقى التي الآية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى في فرق هنا، ربنا بيقول عرضها كعرض السماء مفرد والأرض، في الآية اللي بعديها والآية الأخرى السماوات والأرض. إيه الفرق بين ربنا سبحانه وتعالى يقول وسابقوا وسارعوا جنة عرضها كعرض السماء والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض؟ إذا ذكر المفرد يبقى الشيء المفرد لما يذكر يخص به العموم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هل كلمة السماء اللي أكبر وأكتر ولا كلمة السماوات؟ الواحد يقول لك: لا يا عم، دي السماوات أكتر من السماء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: ثم استوى إلى السماء
فسواهن سبع سماوات. يبقى إذا أتى المفرد خص بالعام الكثير. واحد يقول لك ده أنا عندي قطعة أرض، قطعة الأرض دي مفرد ثم قسمها إلى قطع، يبقى لما قسم الأرض إلى قطع يقول أنا عندي قطع من الأراضي، يبقى كلمة السماء مفرد وحديها أعم من السماوات. واحد بيقول لك ده أنا عندي بيت، بيت كبير قسمته لبيوت، يبقى بيقول لك أنا عندي بيوت كتيرة، عندي 10 بيوت، في الأول كان بيت واحد دلوقتي بقى 10. يبقى إذا أتى الشيء الواحد يقول لك يا عم دي السماء، دي السماوات دي أكتر. لا، خد بالك من البيان بتاع القرآن والإعجاز البياني في القرآن. إذا أتى بالمفرد في القرآن فهو أشمل وأعم من الجموع أو من الجمع. يبقى لما واحد يقول لك ده أنا عندي بيت، يبقى يقول لك ده أنا عندي بيت. طب البيت ده قسمه لخمس ست بيوت، هو في الأول كان بيت واحد، يبقى بيت واحد أعم شمل الكل. وذلك ربنا بيقول لك ثم استوى إلى السماء اللي هي الوحدة فسواهن سبع سماوات. يبقى ربنا بيقول عرضها كعرض السماء والأرض. ليه؟ لأن دي هي ربنا نادى فيها المؤمنين، قال عليهم للمؤمنين أعدت للذين آمنوا. في الآية بتاعة سورة آل عمران بيقول لك أعدت للمتقين، يبقى المؤمنين كتار جدا. لذلك ربنا لما ضرب المثل قال كعرض السماء اللي هو أكتر شيء ضرب بها العرض السماء كلها على بعضها. لما جه للمتقين قال السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جمعها هنا ليه؟ لأن خصت بالمتقين. المؤمنين كتار إنما المتقين قليلين. خدوا بالكم من الإعجاز البياني في القرآن، لأن احنا بنقول تملي اجري القرآن وانتوا على يقين بالتفكر في آيات الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول عرضها السماوات والأرض لمين؟ للمتقين، لأن المتقين قليلين إنما المؤمنين كتار. اللي بيدخل السباق في الأول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، زي ما قلنا السباق كله بيدخل السباق، لكن في نهاية السباق من اللي بقى باقي؟ اللي بيبقى موجود وسارعوا، بيجي في قبل نهاية السباق بشوية كده يجري يسرع. من هم دول؟ المتقين. إنما في أول السباق كله بيبقى موجود، يبقى وسابقوا كل المؤمنين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إنما التانية أعدت لمن؟ للمتقين اللي هم قليلين. وذكر ربنا لما خص في الأول قال السماء، ولما جاء عند المتقين اللي هم أقل من المؤمنين لأن التقوى أعلى من الإيمان، فقال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، وأتى بصفات المتقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أتى بصيغة الجمع لقلة المتقين الذين ينهون السباق اللي هم بيسارعوا بك. أتت الواو في الأول وسارعوا، إنما عند سابقوا ما جاتش الواو خالص، لأن سابقوا كانت تخص الآيات التي قبلها تتحدث عن الدنيا، إنما هنا ما فيش دنيا ما بتتحدث، لا بتتحدث عن معطوف قبله ألا وهو عذاب النار، ألا وهو التقوى، ألا وهو كذا. يبقى عطفت وسارعوا على ما قبلها لأنها لا تختص بالدنيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعدت للمتقين أتى بهذا اللفظ لأن المتقين أقل من المؤمنين. يبقى عرفنا الفرق بين وسارعوا وسابقوا، ده الفرق بين الاثنين دول. وربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بأن احنا نسارع في الخيرات، ما احناش ضامنين عمرنا، ما فيش حد فينا ضامن يقوم من مكانه، مفيش حد فينا ضامن لو رفع ايد هينزلها تاني ولا لا، مفيش حد فينا ضامن يقول الكلمه ويجيبها للاخر ولا لا. فلذلك نسارع
في هذا الأمر. من هنا يقول المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه عندما أراد أن يدخلنا في هذا الأمر بجد واجتهاد: الدنيا ما هي إلا دار، هذه الدار كما قال سيدنا نوح، سيدنا نوح لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر.